ذلك الرجل ابن عم موسى، ابن عم صلوات الله عليه، وكان أفضل الناس بعد موسى وبعد هارون. موسى في الدرجة الأولى وهارون في الدرجة الثانية، وصي موسى، وفي الدرجة الثالثة هذا الرجل عالم بالتوراة، عالم بالأحكام، ماكو في بني إسرائيل أعلم منه وأفضل منه. وكان يقرأ التوراة بصوت حزين، وكان عابدا، عابد وعالم. الشيطان فكر في إغواء هذا العابد وهذا العالم، الشيطان الأكبر إبليس الذي أقسم على كل واحد واحد منه. إبليس قال لله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. واحد واحد منا إلى عداوة ويانا، هو يروح إلى جهنم يريد يجرجرنا إلى جهنم واحد واحد. بعث شياطينه، بعث المردة، تعالوا قشمروا هذا العالم وقشمروا هذا العابد. ولكن هذا الرجل رجل متقي، رجل مؤمن، رجعوا خائبين، ماكو أثر. الشيطان بالنتيجة يبحث عن نقطة الضعف، وكل واحد منا إلا من عصمه الله إلى نقطة ضعف. الشيطان بالنتيجة يبحث ويبحث ويبحث إلى أن ينفذ من هاي النقطة، إلى أن وجد الشيطان بغيته. من أي جانب؟ من جانب المال. عبادة عبادة، صلاة صلاة، ولكن عندما تصل القضية إلى المال هنا تضطرب الأقدام. الله سبحانه وتعالى فتح عليها أبواب الأموال. جاء في ذلك اليوم الامتحان، موسى طلبه وقال له: إن الله فرض الزكاة. الزكاة مو فقط في شريعتنا، في شريعة موسى أيضا كانت. قال: وكم الزكاة؟ قال: من كل واحد ألف. واحد ألف، 999 إلك وواحد لله. من ألف شات، شات واحد. من ألف دينار، دينار واحد. من ألف درهم، درهم واحد. في يوم من الأيام شرحت أن معادلة الخمس عندنا، معادلة الزكاة عندنا أحياناً تكون واحد في ألف. إذا واحد يلاحظ مؤونة السنة كلها، واحد في ألف قد يكون، واحد في 500. المال مال الله، يقول 499 لك وواحد لي، من كل ألف شات. إذا واحد يلاحظ طبعا مؤونة السنة ككل وكمجموع، قال: ما يخالف. ذهب إلى بيته، حسب الأموال، شاف هواي يصير، يجب أن يدفع مثلا 10,000 شات، 20,000 دينار، 100,000 درهم، كيف يدفع هذا المال؟ قال: لن أدفع، ما أدفع. كيف يتفرد بذلك؟ المعصية تقود إلى المعصية. قال: أمنع الآخرين أيضا، مو فقط هو ما يدفع، الآخرون أيضا لا يدفعون. طلبهم، قال لهم: إن موسى أخذ منكم كل شيء، والآن يريد أن يأخذ أموالكم أيضا، الآن يريد يأخذ أموالكم. قالوا: ماذا نفعل؟ قال: أطلبوا لي البغية الفلانية. شوفوا حب المال،
حب الدنيا إلى وين يوصل الإنسان العابد الزاهد. جاءوا لها بالبغية، بذل لها مالا وقال غدا على رؤوس الأشهاد اتهمي موسى بالفاحشة. موسى صعد المنبر، قال أيها الناس، من زنى وليست له زوجة، يعني مو محصن، ما عنده زوجة يغدو عليها ويروح، يجلد 100 جلدة. ومن زنى وهو محصن يجلد يرجم حتى الموت. قام قارون وقال يا موسى حتى لو كنت أنت، هذا الحكم ينطبق عليك أيضا، قال نعم. فقال قومي أيتها المرأة، وقال كيف تقول ذلك وبني إسرائيل يقولون إنك زنيت مع هذه المرأة؟ شلون تنصح الناس وأنت مو منتصح؟ فتوجه موسى إلى تلك المرأة وقال لها صحيح ما يقول قارون؟ فسكتت المرأة. توجه إليها موسى قال أقسم عليك بالذي نجى بني إسرائيل من البحر وأنزل التوراة علي، صحيح ما يقول قارون؟ فقالت المرأة، أدركتها بقايا الفطرة، فقالت المرأة لا هذا كذب، إن قارون بذل لي مالا على أن أتهمك بهذه التهمة. فغضب موسى صلوات الله عليه، أوحى الله إليه إني جعلت الأرض بإمرتك. قال موسى يا أرض خذيه قارون واثنين وياه، فأخذته الأرض إلى الكعب إلى القدم، فقال يا أرض خذيه، فأخذته إلى الركبة، قال يا أرض خذيه، فأخذته إلى حقوه منتصف البدن، قال يا أرض خذيه، فأخذته إلى الرقبة، قال يا أرض خذيه، فابتلعته الأرض. وانتهى ذلك العابد إلى هذه النتيجة. يعني أحيانا واحد الله سبحانه وتعالى يمتحنه في بعد معين فيسقط والعياذ بالله في ذلك البعد. لذلك حقيقة واحد يجب عليه، ينبغي عليه أن يلتفت إلى هذه النقطة، أن يلتفت ألا يكون عدوا للشيطان في العلانية وصديقا له في السر، أن يلتفت ألا يكون مقدسا في المسجد وفاجرا في السوق، يأتي إلى المسجد ويعبد الله سبحانه ولكن عندما يذهب إلى السوق يعبد الشيطان، يخون في أموال الناس، يغش في أموال الناس. عندما واحد يذهب إلى البلاد الأجنبية يحافظ على إيمانه وتقواه، عندما يكون مع مرأة أجنبية يحافظ على إيمانه وتقواه. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.